حلو قوي الكرتون ده، هو كل الجزره ولا لسه؟ اقفلي التلفزيون يا جودي وخشي نامي، ميعاد نومك عدى. اخلص بس الحلقه دي يا ماما. خشي نامي قبل ما يرجع احسن لك. هو هيبقى زعلان مني؟ اكيد هيبقى زعلان مننا كلنا. انا مش عارف بس ايه اللي اخره، عايز اطمن عليه قبل ما اروح. تطمن عليه؟ اه طبعا، هي دي لحظه تتساب اشوف رد فعله كده وهو داخل عليا بعد ما بنته بعته في سوق الجمعه. انا شايفه ان انت تروح احسن عشان انا مش بابا. اه يا جودي، بابا جه. الحمد لله على السلامه يا اتش، قلقتنا عليك يا راجل. لا ما تقلقش انا كويس. بص بقى، انا مش عايزك تزعل خالص، البنت كانت عايزه تغيظك وضحكت الناس عليك وضحكتنا كلنا والموضوع عدى وخلاص. ايه ده انت بتضحك على ايه؟ اصلا الموضوع يضحك جدا بصراحه، انا طول اليوم النهارده بضحك. ايه ده يعني انت مش متضايق من حاجه؟ اتضايق ليه؟ اصلا الموقف ده هنفتكره لما نكبر ونقعد نضحك يا اشرف. خد مالك وامشي. استني بس اشرف، هو انا عبيط عشان ما اعرفش الفرق بين التهريج والجد؟ بنت جودي دي قروبه بتحب المقالب وخفه الدم، وبعدين انا خدت ثواب كبير جدا، انا فرحت طفل يتيم. انت مش متخيل احنا لعبنا وضحكنا قد ايه، متخيل كم الحسنات اللي انا خدتها؟ ابوس ايدك، خد مالك وامشي، اسمع الكلام. بقول لك يا ولاء، اكيد المدرسه يعني صورت الفيديو، ما تخليهم يبعتوه لنا علشان نقعد نتفرج عليه ونضحك كلنا، ندي نسخه بقى لاشرف ونسخه لباباكي. لا لا ده كده مفيش فايده خالص. يلا يلا يا ملك يا حبيبتي، خلينا نروح. ايه يا اشرف ما بدري يا حبيبي، ما تقعد يا حبيبي نفتكر الموقف ده ونقعد نضحك مع بعض. لا اضحك انت، ده هينقطني يلا مع السلامه، امشي بقى. يلا حبيبتي يلا يلا مع السلامه. يلا حبيبتي. هو أكيد واقف بره مستني جنب الباب عشان يسمع زعيقك. أنا عارفة إن أنت على آخرك ومعاك حق. حقك عليا، أنا غلطانة، آسفة. لساني فلت بكلام وحش وجودي سمعته. خلاص يا هشام أنا آسفة. هشام طب ما أنت على طول بتغلط وأنا بسامحك. آه. طب إيه رأيك أعمل لك أكل؟ ماليش نفس ولا. انت شكلك سامحتني. عملت ايه بقى هناك احكيلي؟ انا مش عايز افتكر حاجة من اللي حصل، وعموما ما كانش فيه غير احراج بس. قابلت مامته؟ اصلها تقريبا ما بتجيش المدرسه، شكلها ايه بقى على الحقيقه؟ يعني ايه ولا شكلها ايه في الحقيقه؟ اصل دي نهى الشيمي، يعني حلوه زي ما بتطلع في التلفزيون. انا ما شفتهاش في التلفزيون، بس هي ست حلوه. واتكلمت معاك؟ خدت ودت معاك في الكلام يعني؟ لذيذه؟ اه يا ولاء، ست حلوه ولذيذه. وجسمها حلو زي ما بتطلع في التلفزيون كده، ولا نفخة وشفطة ونحتة والحاجات دي؟ ولا انت سامع نفسك؟ انت بتكلمي جوزك عن واحدة ست تانية قضى معاها اليوم في بيتها. لا انت دماغك راحت فين؟ دي دماغك راحت لبعيد قوي. ما تخافش يا حبيبي، مش هتعكسك، مش هتبصلك اصلا. والله يعني انت بره من دقيقتين عمالة تهديني وحقك عليا وانا غلطانة، ودلوقتي عايزة تستفزيني؟ طب اسمعي يا ولاء، اللي حصل النهارده ده هننساه كلنا ومش هنجيب سيرته تاني. انا عايز دلوقتي اتخمد اصحى بكره كان النهارده ما حصلش. واضح؟ واضح. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.